أهلا بكم مشاهدينا إلى الموجز الإخباري من قناة الشروق. توصلت الأطراف في أحداث الجنين إلى اتفاق التزام بوقف العدائيات بين الطرفين، وأكد رئيس مجلس الوزراء أن التزام الأطراف على وقف العدائيات سيسهم في بسط الأمن والاستقرار بالولاية، وقال إن الحكومة بدأت خطوات جادة بتشكيل لجنة تحقيق بشرت عملها منذ أدائها القسم. يعقد الأحد القادم بالخرطوم مؤتمر لتوحيد رؤى شرق السودان حول مسار الشرق في مفاوضات جوبا بمشاركة أهل المصلحة. وعقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر اجتماعها أمس بمشاركة عضوي مجلس السيادة صديق طاور وإبراهيم جابر. وأوضح طاور في تصريحات صحفية أن الاجتماع أمن على تكوين لجنة فنية للتحضير للمؤتمر. صرح مصدر دبلوماسي رفيع بوزارة الخارجية السودانية لوكالة السودان للأنباء أن السودان يراقب بقلق شديد تطورات الأوضاع في جمهورية العراق الشقيق وفي المنطقة بشكل عام والتصاعد المتسارع. وأوضح المصدر أن السودان يرفض بشكل مبدئي التدخلات الخارجية في شؤون الدول، ويشدد على حرمة المقار الدبلوماسية، ويدعو إلى انتهاج الحوار كوسيلة واحدة لحل الخلافات. دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأئمة والدعاة للتفاعل مع قضايا المجتمع الداعية للسلام والتنمية والعمل على رتق النسيج الاجتماعي وعدم الغلو والتطرف في الخطاب الديني. وشدد في ختام الورشة التدريبية الرابعة للأئمة والدعاة بولايات كردفان الكبرى بمدينة الأبيض على أن تكون الخطب ملامسة لواقع الناس ومراعية للتجديد الذي ينشده الدين الإسلامي. أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي معالجة 10 مشاريع تنموية كانت متوقفة نسبة لعدم دفع المتأخرات. وأكد هذا لقائه رئيس وفد بنك التنمية الإسلامي الزائر للبلاد أن الحكومة بصدد إعادة هيكلة دفع المتأخرات حتى تتمكن من تمويل هذه المشاريع المهمة. نهاية الموجز مشاهدينا، للمزيد من المعلومات والأخبار يمكنكم زيارة موقعنا الشروق.net. في أمان الله.